السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم. ناخذ مثال آخر، نعمل كوبي لنفس ال 3 ونعمل بيست كنترول زي، كوبي للمين، بيست للمين، مين 4. مين 4 هو مطابق للمين 3 مثال سابق. هنا كل اللي راح اغيره بي دوت، حجرب الكاركتر سيكونس لكن بها الـ init start والـ init end، أي بمعنى الخانات. يعني مثلا أنت عندك الـ CQ اللي هو هذا، start من أي رقم تريد يبدأ، مثلا يبدأ من صفر أي، صح؟ إحنا هاي الخانات نحسبها، وينتهي ب مثلا ينتهي ب 6 فارزة منقطة. لما اعمل run الاحظ ظهر لي احمد فقط. زين، لو انهيها ب 8 run لاحظ احمد ES. فاذا ممكن استخدم الطريقة الاخرى للأبيند بانه احدد الستارت واحدد الاند. خلينا نجرب شيء اخر، مثلا نعمل append يبدأ من 1 2 3 4 5 من 6 وينتهي في 11. خلينا نعمل run exception عفوا، خلونا نعمل run out of range 11. اوكي 6، خلنا نجرب 9. اوكي ESS. زين رجع هذا. اوكي احمد ESS. لاحظ يعني هنا انا ممكن اعمل سلايس، قطع مثلا شرائح. سلايس بالانجليزية بمعنى شرائح، ممكن اعمل شرائح من الكاركتر. فممكن نجرب كثير ميثودز موجودة في الكاركتر سيكونس وتتعامل معها. أضف إلى ذلك أنه أنت ممكن أيضا في الكاركتر في شيء آخر أنه أريد أضيفه اللي هو الفورماتينج. الفورماتينج ممكن، طبعا الفورماتينج سهل جدا، يعني حتى ما يحتاج أنه يتعمل لدورة خاصة. الفورماتينج مو فد شيء يعني صعب. هنعمل main 5. في المين 5 الوقت يسمح، في المين 5 كل اللي راح اعمله انه حعمل string، يعني هذا خلينا نكتب عليها str، وهذا حعامله على اساس انه string. جميل. بعد ذلك انا عامل هنا ال print مجرد هنا انا اوكي str. جميل. كل اللي راح احتاجه، احتاج انه ال p اللي هو print stream اقول له dot، وأجي أختار print format print f print f. أوكي هذا هو print f. أختار print f اللي هو اللي أريد يعني أغير بها. مثلا هنا ال args هذا كله أمسحها ما أحتاجه. حكتب my name is، اترك مسافة طبعا. بعد ذلك اجي شو اسوي، فارزة s tr tr. اوكي ال str هو هذا. فهذا فكرة الفورماتينج، انه انت شلون تريد تضيفه. يعني مثلا this is my name is، طبعا اذا اريد اضيف كاركتر اضيف النسبه المئويه مع الاس. النسبه المئويه مع الاس اي بمعنى انه انت راح تضيف السترينج هنا مكانه. اوكي مثلا my name is احمد عيسى، مثلا اضيف له حميد اسم الجد. جميل. خلينا نعمل run. لاحظ my name is احمد عيسى حميد. الفورمات فائدته انه انت
تخصص مكان السترينج اللي انت تريد تخرجها. يعني احنا سابقا تذكرون من كنا نقول مثلا name زائدا الاس زائدا مثلا الاس تي ار في الطريقه الاعتياديه. البرنت اف الفكره من عنده انه انت تجي تعمل الفورمات يعني my name is وتضيف هنا الاس. جميل. النسبه المئويه الاس هذا راح يتعامل في داخل الدبل كوتس اللي هي علامات التنصيص دبل راح يتعامل بها على اساس انه هذا هو السترينج اللي انت تضيفه الاس تي ار. اوكي فاحنا الاس بدلاله السترينج. اوكي الدي هو دبل. عندك كثير من رموز فالاف اللي هو فلوت وحتى في الدبل ممكن انه تقول له مثلا دي راح يطلع لك هنا الدبل اللي موجوده. فالسترينج الاس سمول هي دلاله على سترينج. النسبه المئويه فقط انه حتى يدل ان مكان السترينج وين راح يكون. فهنا بالحاله تشوف انه ماي نيم از كتبت له انه الاس تي ار المفروض هنا يكون احمد عيسى بعد ذلك تكمل كلمه حميد اسم الجد. فارزه هذا الفارزه بعدها تجي تذكر منه تذكر السترينج اللي انت تريد تضيفه. فهو ايش راح يسوي؟ راح ياخذ هذا السترينج ويضيفه هنا. هاي فكره البرنت فورمات. جميل جدا. هو فقط للترتيب يعني يعمل لك ترتيب للاشياء اللي انت تريدها منها ارقام اي شيء كان. فلهنا نجي لنهايه الدرس ونلتقي وياكم ان شاء الله الدرس القادم. مع السلامه.